يوسف اليوم يعني نحن نرتقب الأسبوع المقبل مؤتمر باريس لدعم لبنان تحديدا، يعني يقال بأن هذا المؤتمر سيركز على مسألة دعم الجيش اللبناني، ونحن نتحدث عن رزمة مساعدات للبنان. هل يمكن لهذا المؤتمر أن يؤسس أو أن يمهد لقرار وقف إطلاق النار، أم أنه سيقتصر على مسألة المساعدات، وبالتالي يعني حتى هذا المسعى الذي تقوم به فرنسا والذي تحدثت عنه حضرتك قبل قليل لن يؤدي إلى مساعي جدية في هذه اللحظة؟ يعني مسألة دعم الجيش ولو كانت متأخرة يعني هي مطلوبة. شفنا مؤتمرات شبيهة عقدت بروما وقبل بفرنسا وبدول أخرى، لكن لم تجد ترجمة على الأرض، لأنه واضح أنه كان في عائق أساسي يعني قدام المجتمع الدولي. كانوا عارفين أنه الجيش اللبناني لا يمكن أن يفرض سلطته أو سيطرته على جنوب لبنان بوجود القوة المتصاعدة العسكرية لحزب الله. اليوم واضح أنه الكل عم يحكي في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار طبعا سيفضي إلى حل سياسي أو اتفاق سياسي، أقله هو تنفيذ القرار 1701 اللي بيستدعي انتشار واسع للجيش اللبناني بقدرات عسكرية وقتالية أقوى وأكبر مما هي عليه اليوم. لكن كل هذا الحراك على أهميته، كل هذه الجهود أيضا وهي أيضا مشكورة من الفرنسي، ولكن السؤال كيف نترجمها على أرض الواقع؟ يعني أنا ما بتصور اليوم أنه بنقدر نقول للجيش اللبناني تفضل روح على جنوب والحرب قائمة. هذا يمكن أن يأتي في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار. خلينا نشوف كيف بدنا نوصل لوقف إطلاق النار، اللي مبين أنه ما في أفق لهذه المسألة ولا مدى زمني لا، طالما أن الإسرائيلي مستمر في هذه العمليات ويعتبر أو يعتقد أنه عم يحقق بعض المكاسب الميدانية، سواء بالغارات الجوية وكان ذروتها قبل أسبوعين باستشهاد السيد حسن نصر الله وكبار القادة العسكريين والأمنيين في الحزب، أو بالعمليات التي ينفذها برا في الجنوب، أو للأسف بارتكاب المجازر اللي بيعتبر اليوم الإسرائيلي أهداف مشروعة عندما يدمر المباني السكنية ويقتل الأبرياء فيها. ومع هيدا كله طبعا عم تشوف في حضرتك أنه في بالحد الأدنى تغاضي دولي عما ترتكبه إسرائيل أو لا مبالاة أمريكية في هذه المرحلة. ونحن بنعرف اليوم الأمريكي ما بيقدر يضغط على نتنياهو لأنه هو راي على انتخابات، ممكن هذه الضغوط أن تؤدي إلى خسارته في صناديق الاقتراع. لذلك للأسف الشديد الكل اليوم يصوّر أو إذا بدك يتفاوض على دماء اللبنانيين، وحتى الغرب والأمريكي يقترع بدماء اللبنانيين الأبرياء سواء في لبنان أو في قطاع غزة. ومشان هيك أنا بقول الأمور مفتوحة على يعني مدى كبير من التصعيد في الأيام المقبلة، وعلينا أن ننتظر أن نأخذ بعين الاعتبار ريف مسألة مهمة وهي مسألة الرد الإسرائيلي على إيران، وما هو حدود هذا الرد وإذا تفضي هذه العملية العسكرية، هل نبقى بحدود العمليات في لبنان أم تتوسع إلى حرب إقليمية؟ بدنا نشوف في الأيام المقبلة.